يقول: هل يستطيع الإنسان أن يقسم ماله من أموال وعقار على أولاده الصغار والمحتاجين قبل موته، أي هبة للمحتاجين من الأولاد دون الآخرين؟ لا، ما يجوز هذا، ما يجوز يخصص بعض الأولاد الصغار دون الكبار أو الكبار دون الصغار. لا بد إذا أراد يقسم يعدل، فيقسم المال بين أولاده كلهم، ما هو بعضهم، كلهم، للذكر مثل حظ الأنثيين كما قسم الله سبحانه وتعالى، ولا يترك المال له، وإذا مات يرثونه على الوجه الشرعي. نعم.